ابن حتوتة هو الاسم المستعار لليوتيوبر قاسم حتو الذي يشتهر بسفره حول العالم ورصد أجمل القصص من الناس البسيطة، لكن قصصه بالتأكيد تغيرت في زمن الكورونا تحديداً مع حظر السفر المفروض على بعض البلدان بالإضافة إلى الإجراءات المشددة على التنقل. ففي كل وسيلة نقل يتخذها هناك توتر عال، وهناك نصائح رسمية وشبه رسمية لكيفية الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا. فقبل يومين كان ابن حتوتة يركب إحدى الحافلات في البرتغال تحديداً، فقام بتصوير نصيحة السائق الصارمة، وبسرعة البرق حققت عشرات الملايين من المشاهدات. لماذا؟ نتابع. You have to respect this law if you want to survive in Portugal. Believe me. If you don't agree with me, you have two doors at your right. And the law is simple. Cristiano Ronaldo is the best football player ever. الفيديو كما سبق وذكرنا قبل قليل حقق عشرات ملايين المشاهدات خلال يومين، وجاءت معه بكل تأكيد ملايين التعليقات أيضا من حول العالم. والبداية كانت من السائق نفسه، غرد على تويتر وعلق: لم أتوقع في حياتي أن أكون بهذا النجاح، شكرا لك ابن حتوتة. أيضا هناك تغريدة أخرى من مستخدم أنس مقدادي يغرد قائلا: إذا هيك أنا بحياتي ما راح أركب بباص في البرتغال. أما منار فقالت: هلا كريستيانو رونالدو بيشوف الفيديو وبيروح يكافئ السائق، وإنت يا قاسم بتروح عليك. وأخيرا تعليق من حسام قال: لازم كلنا نعمل تاج لكريستيانو رونالدو لحتى يشوف الفيديو وندعم ابن حتوته.